قرابة 900 موقوف محسوب على التيار السلفي حسب تصريحات شيوخ التيار منذ اندلاع أحداث العبدلية والسفارة الأمريكية وصولا لأحداث دوار هيشم. في حين نفى وزير العدل نور الدين البحيري أن يكون عدد المنسوبين للتيار السلفي الموقوفين نهز هذا العدد، موضحا أنه قد تم إحالة 123 موقوفا في أحداث السفارة الأمريكية وثلاثة في حالة فرار، فيما تم إطلاق سراح 12 شخصا. أما موقوفي أحداث العبدلية فقد بلغ 50 نفرا. السلطات قالت اللي أفرجت على البعض وأن أحداث السفارة 120. نحن عندنا عدد تقريب في حدود 900. نعم. ولو سمحت للزملاء اللي ما زالوا في خلطه، ما هي أهم المطالب اللي بتعبر عليها عبر الوقفة؟ المطالب نحن نطالب من زمان أنه لا يقع تمييز في تونس حتى لا نشعر بالاضطهاد. أن لا يقع تمييز، تم تمييز في الساحة التونسية على أن ما يسمونه التيار السلفي يشعر بالغبن والتمييز وقد يصل إلى الاضطهاد، فنحن نشعر بأن ثم اضطهاد على هذا التيار. اضطهادنا من الساحة الدعوية في المساجد وقع استثناءنا وإقصائنا، ولا نرسم بشكل رسمي كأيمة مثل أخيكم خميس. أنا عندي تقريب سنتين رجعت بعد الثورة، إلى حد اليوم لست إماما رسميا، والظاهر أن فيها كل المواصفات التي يمكن أن تكون إماما، خريج جامعة زيتونية وفي المرحلة الثالثة ماجستير، بل الحكومة هذه أنا قريتهم القرآن، أنا حفظتهم القرآن وكنت أصلي بهم إماما، من 79 إلى سنة 90 إماما في المؤتمرات والمؤسسات والمجالس الشورى وكل لقاءات أنا إمامه. ورغم ذلك نور الدين خادمي كان يقرأ القرآن عندي، كنت أحفظه القرآن، ورغم ذلك أستثنى اليوم. لماذا؟ يعني نشعر بالغبن ونشعر بالتمييز ونشعر حتى بالاضطهاد. لماذا يقع اضطهادنا بعد الثورة؟ الشيوخ في أكثر من مرة حرصوا على كبح جماح الشباب السلفي بتوعية شبابهم وحثهم على الصبر. داعين في نفس الوقت بفصيح العبارة على اعتبار أن تونس ليست أرض جهاد بمعناه المسلح على طريقة أفغانستان، بقدر حرصهم على أن تكون تونس مجال للدعوة والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وضرورة طمأنة المواطن التونسي على أمنه وبلده، بما أن المفهوم الأسمى للسلفية هو السلف الصالح لا غير. نظرية المؤامرة هذه لا أؤمن بها. يعني هناك طريق، هناك ازدواجية في التصور عند الشعب بصفة عامة، إنه لما الإنسان يلتزم يريده أن يلتزم 100%. فالإشكال إنه الملتزم يسبب قلق وجودي لغير الملتزم، فهو يريد أن يبرز فيه على الأقل بعض النقائص، وهذه النقائص لا يخلو منها إنسان على وجه الأرض ولا يخلو منها أهل الإسلام، وكانت موجودة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يزني، ما كانش من يشرب الخمر، ما كانش من يسرق، بلى كان. فهذه النقائص موجودة لكنها في التيار السلفي أقل من غيرها. إحنا لا ترى التيار السلفي هذه المثالية غير ما كانت موجودة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الخلفاء الراشدين. هذه مثالية لا تتحقق، لا غير ممكن تحققها. لكن الشباب السلفي يقع في الأخطاء ويقع في المنكرات ويقع في المعاصي ويقع حتى يقع في بعض النواقض. هذا يعني ليس هناك أحد معصوم بعد الأنبياء. لكن أن
تكون هذه أن يكون هذا منهجا، فهذا لنا لا نقبله، والحمد لله هو غير موجود في تيارنا. فلا نحتاج، يحتاج الشعب التونسي اللي يقول، بعض من يقول هذا الكلام يحتاج أن يعرف أنه الشباب السلفي ليسوا ملائكة، ليسوا ملائكة قد يصدر منهم غضب كما وقع في دوار هيشر، من الأخ من دوار هيشر، قد يصدر منهم انفعالات، قد يصدر منهم حتى تجاوزات في تغيير المنكر، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هذا لا نحاسب عليه التيار السلفي بصفة عامة، لأن التيار السلفي لا يبارك هذا ولا يدعو إليه، لكن التجاوزات الفردية هي تحدث من جميع أفراد الشعب التونسي، فلماذا نحاسب عليها الشباب؟ ونحاسب، لا نحاسب عليها، والواجب أن لا نحاسب عليها إلا من وقع فيها، وننظر كذلك بعين الاتزان، لأن الشخص هذا إذا كان وقع في بعض المخالفات ينظر في ما يأتيه كذلك من الأعمال الصالحة ومن خدمة غيره ومن خدمة المجتمع بصفة عامة. السلفية في تونس وباختلاف تشكيلاتها العلمية منها والجهادية، هي ليست وليدة اللحظة بقدر ما هي نتاج استبداد ممنهج مدة نصف قرن عانى الأمرين من قانون الإرهاب الذي يزعج السلفيين ويروا فيه إرضاء للأمريكان وبوابة لعودة المشهد إلى ما قبل 14 من جاف 11 و2000. لا للإرهاب، لا للإرهاب، لا للتعذيب، لا للتعذيب، لا للظلم، لا للظلم، لا للاستبداد، لا للاستبداد، لا للقهر، لا للقهر، لا للإقصاء، لا للإقصاء، لا للإقصاء، لا للإقصاء، لا للتمييز، لا للتمييز، لا للتمييز، للتمييز. يا حكومة عار عار بعتوا تونس بالدولار، يا حكومة عار عار بعتوا تونس بالدولار، يا حكومة عار عار بعتوا تونس بالدولار. لو تعطينا رسالتكم الموجهة للشعب التونسي والكلمة لك. هل الشعب التونسي متخوف؟ قد يكون بعض الشعب التونسي متخوف، نحن نعيش، لا تنسى أن نعيش مع الشعب التونسي، نركب الحافلات والتاكسيات ونشتري منهم، والشعب التونسي والله أنا تأتيني شهادات من الشعب التونسي على أن على يقول نحن معكم والله ينصركم ودعواتكم والله يقويكم. فالشعب التونسي ليس غبيا كما يظن بعض المفسدين في الأرض، الشعب التونسي على قدر من الذكاء وعلى قدر من المسؤولية، يعرف أن هذه كلها دعوات كاذبة، وعلى الأقل العقلاء منهم يعرفون هذا. بعض الناس طبعا تنساق وراء الإعلام، هذا يحتاج أن يبين لها ويأخذ بأيديها، يبين لها الحق وبين لها هذه المخططات، ويبين لها أن نحن كما كنا بعد الثورة وكما سعينا، سعى التيار السلفي إلى أن يستتب الأمن في البلاد، وأن كان هو طرف في استبداد، في أن يستتب الأمن في بلادنا، هذا لم يتغير، هذا لم يتغير، يعني الذي كان معك بالأمس هو معك اليوم ومعك بالغد، ومشروعنا يعرفه الناس جميعا أن نسعى إلى حفظ أمن البلاد ونسعى إلى تحقيق الأمن الحقيقي لهذا البلاد الذي يكون بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، لأن مهما حكم الناس بغير شرع الله سبحانه وتعالى فلن يتحقق الأمن، هذا أمن صوري أو أمن نسبي، وسينتهي إلى الفتن وسينتهي إلى تقاتل الناس بينهم وبين بعض بسبب غياب شرع الله سبحانه وتعالى الذي يربي الناس، يربي الناس ويربي أخلاقهم ويرفع من إيمانياتهم ويربطهم بالله سبحانه وتعالى ويذكرهم بالآخرة، وكذلك يلزم المنحرفين منهم بأحكام ردعية تمنع تحفظ المجتمع وتمنع وجود مثل هذه التجاوزات التي يتخوف منها الشعب التونسي، أو بعض الشعب التونسي. أنا لا أشاطر أن الشعب التونسي متخوف، الشعب التونسي يعرفنا لأنه جزء منه ونعيش معه ويعرف أنه، ولكن يجب أن ننتبه أن إلى بعض أن قد يقع من بعض شبابنا بعض التجاوزات، ويجب أن نتعامل عليها بالحكمة، لأنه أكثر هذا التيار أكثره من الشباب كما ذكرت أنت، بعضهم حديث عهد بالالتزام، ونحن في صدد البناء، في صدد التقويم، ما يمكن أن يكون معوجا أهل المشايخ يسعون في هذا، ونحن نسعى ونجتهد في نشر هذا بين شبابنا وتأطيره وتعليمه ورفع إيمانياته ورفع أدبياته،
حتى يكون يرفع راية الإسلام وراية التوحيد ويقف الشعب التونسي والشعوب الإسلامية. احنا مشروعنا ليس محصورا في تونس، هذه مسألة مهمة. مشروعنا راهو إسلامي، يعني يدخل فيه الشعب الجزائري والشعب المغربي والشعب المصري والشعب الأفغاني والشعب المسلم في الصين. احنا مشروعنا أمة واحدة تنعم تحت راية لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل حان الوقت لفتح حوار عميق ومطول مع هذا التيار وتمكينه من المنابر الإعلامية وتمتيعه من حق المشاركة حتى وإن لم يعترف بمفهوم الديمقراطية تحت غطاء واحد ألا وهو أرض تونس، يقين الفتنة والانقسام دون اللجوء إلى الإيقافات والتنكيل والمضايقات، طالما أن الثورة التونسية جاءت للقطع مع أساليب الماضي ورفع شعار التعايش السلمي دون ممارسة العنف أو إكراه المواطن على شيء لا يريده ما دمنا شركاء في نفس الوطن. Thank you.